طيب روحي طيب جروحي وابقى نادي دم حسيني. قبلت يا صبح الفجيعة وردا وإلى الرزية صرت جمرا موقدا. أقبلت تنكأ بالشجون جراحنا فقدا وتضرب للهموم موعدا. قلقت ساعات السرور فهاجرت ولبست مثل الليل ثوبا أسودا. يا أيها الصبح الحزين قلوبنا ما لامست بعد الفراق تجلدا. يا أفجع الأيام ليتك لم تحن بل ليت فجرك في البرية ما بدا. أعمى بحجم الكون نورك مظلم مذ ودعت أرض الوجود محمدا. صباح حزين ومفجع لكل قلب مسلم ولكل قلب عرف محمد وآل محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر مشاهدينا الكرام في هذه الساعات، ساعات فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نرحب بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج مواريث الأنبياء. نعم مشاهدينا الكرام، هكذا نستقبل هذه الساعات الحزينة على القلوب. وأيضا يرافقنا في هذه الحلقة الأستاذ ماهر حميد خبير التنمية البشرية. في هذه الحلقة يكون ضيفنا ونرحب به ونقول له عظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء. دكتور ماهر، عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا بكم وأشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، في الحقيقة هذا اليوم يمتاز بالحزن على محمد وفراقه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الأبرز في هذه الحلقة اللي حابين نطرحها ونفتح ملفات كبيرة على حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونقطة جوهرية كانت في تعامله مع المجتمع، ألا وهي نقطة التسامح وأيضا المرافقة للوفاء بالعهد. هذا العهد الممزوج بالإخلاص، الممزوج بالتضحية، الممزوج بالتفاني على كل المجتمع. لاحظ صلى الله عليه وآله وسلم ترك بصمة كبيرة في نفوس أعدائه أيضا فضلا عن محبيه من خلال التسامح ومن خلال الوفاء بالعهد. لو فتحنا هذا الملف لكان هذا الملف هو أبرز ما كانت في خلال الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة المنورة، وحيث وفى الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ووفى أيضا لقريش حينما صالحهم في صلح الحديبية. نعم جناب دكتور، رأيكم في هذا الجانب؟ هاتين الخصلتين الوفاء بالعهد والمسامحة نعم يصبان في مصب واحد ألا وهو بناء الثقة. لا يمكن أن تبني ثقة ويا أي شخص فضلا عن مجتمع ما لم يكن هنالك وفاء بالعهود التي بينك وبين ذلك الشخص أو بينك وبين ذلك المجتمع. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله أسس دولة في المدينة المنورة، ومرحلة التأسيس طبعا هي مرحلة هي أصعب ما يمكن لأنها دولة جديدة بكل المفاهيم بكل المعايير غير مطروقة سابقا. دولة تخرج الناس من الظلمات إلى النور، دولة بها قواعد جديدة قوانين جديدة. بالتالي هذه المرحلة صعبة، ولم يكن يعني أهل مكة أو أهل المدينة في ذلك الوقت قد شهدوا مثل هذا التغير ومثل هذا المنحى. وفيها تنوع طيفي كبير، كان فيها اليهود وفيها الأوس والخزرج اللي بينهم حرب أهلية، وفيها من الأعراب حول ما يعني حول هذه المدينة، وكل هؤلاء مؤثرون في صناعة القرار في المدينة. فكان لابد من بناء الثقة حتى كل هؤلاء
يستطيعون أن يتعاونوا مع المؤسس الجديد والدولة الجديدة. وهذه الثقة تحتاج إلى بناء العهود، وهذه العهود يجب أن يتم الوفاء بها. وإذا ما أخل طرف من الأطراف بهذه العهود سيتعرى أمام الآخرين، أمام الأطراف الأخرى، أمام الجهات الأخرى والأطياف الأخرى، نعم، بأنه هو الذي نقض العهد وهو بالتالي لا يستحق أن يكون ضمن هذه الدولة. أحسنتم. لذلك قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببناء العهود وتوقيعها أولا مع اليهود، يهود خيبر وبني قريظة وبني القينقاع، وثم بنى عهودا ووضع أسسا للتعامل داخل مجتمع المدينة بين الأوس والخزرج، وكان فيهم المنافقون أيضا ومع الأعراب، ثم التزم بكل هذه المواثيق والعهود. لكن هذا الالتزام لم يطل كثيرا أو يدم كثيرا عند بعض الأطراف، فبدأ اليهود أولا بنقض المعهود يعني عهدا بعد عهد، وهذا هو ديدنهم. وعندما بدأوا ينقضون العهود أصبح العذر بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيد الدولة الجديدة، وأصبحت هي في موقع القوة لأنها هي التي وفت بالعهد وأن الطرف الآخر لم يفي بالعهد. لذلك عندما يكون هنالك وفاء بالعهد يكون الطرف الوافي بالعهد هو الطرف الأقوى وهو الطرف الأوثق وهو الطرف الأقدر على اتخاذ القرار ويكون بيده القرار. لذلك نحتاج هذا المعنى اليوم أنه نطبقه بأنفسنا. اليوم إحنا هنالك الكثير من العهود والمواثيق بيننا وبين المجتمع في أقرب حلقاته، بين الرجال والنساء هنالك عهود ومواثيق. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول يعني أيضا يتكلم عن هذا الموضوع بأن هنالك عهدا وميثاقا غليظا بين الرجل والمرأة، وبالتالي لابد من أن يفي الطرفان بهذا الميثاق وهذا العهد. إذا ما أخل أحدهما بهذا العهد وهذا الميثاق حسب الحقوق والواجبات وغيرها، فبالتالي أكيد ستنعدم الثقة، وإذا انعدمت الثقة تفككت هذه الأسرة. هنالك عهود ومواثيق يجب أن تكون بين الموظف ومديره وبين المدير وموظفه، وهنالك عهود ومواثيق بين السياسي الحاكم ومجتمعه وبين المجتمع وهذا السياسي. هذا اليوم مثلا في النظم الديمقراطية عندما تحدث انتخابات، يعني يعبر عنها بعض السياسيون بأنها، بعض السياسيين عفوا، بأنها عقد، وهذا العقد هو بين الناخب والمرشح، وبالتالي إذا ما فاز المرشح عليه أن يفي بهذا العقد الذي تعاقد به مع شعبه. هذه عندما يكون هناك وفاة تكون هنالك ثقة، فتجدد الثقة بهذا المرشح لدورات أخرى. لكن إذا ما فقد الثقة، كيف يفقد الثقة عندما لا يفي بتلك العهود؟ كيف يفقد الثقة المدير مع موظفيه عندما لا يفي بعهوده لهم؟ نعم. كيف يفقد الثقة تفقد الثقة بين الأبناء والأب عندما لا يفي بعضهم إلى بعض؟ وهكذا. اليوم نحتاج أن نسترجع هذه المفاهيم التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبها أسس دولة جديدة بالكامل. نعم، أحسنتم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا الحديث الشريف اللي ينص على أنه الوفاء بالعهد هو حتى مع الكافرين، حتى يبرئ أو يمضي بهذا العهد حتى من أيام الجاهلية. نعم. طيب الآن ليش بدت المجتمعات تفقد هذه الميزة أو قد تضعف حتى من قبل وسائل الإعلام، أو ربما إلها دخل وسائل الإعلام الآن في صلب هذا الموضوع؟ يعني تبدي تهمش الشخصية، يمكن تبدي حتى تفكك الأسرة عبر مضامين من مثلا الأفلام والأخبار وما إلى ذلك، وتبدي تشيع أنه هذه المسألة جدا طبيعية وجدا عادية، أنه الإنسان يخل بعهده أو يبدي يتراجع عن هذا العهد. وللأسف الشديد إحنا أثرت فينا أيضا إعلاميا مثل ما تفضلت حضرتك، نعم، نظرية ميكافيلي عندما قال أن الغاية تبرر الوسيلة، وهي بالحقيقة هذه النظرية هي أيضا نظرية يهودية. اليهود عندهم أيضا أن الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي بالإمكان أن ينقضوا العهد في أي لحظة، فنقضوا العهود مع كل الأنبياء الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم وقتلوهم، قتلوا أنبياءهم.
ثم نقضوا العهود عهدا بعد عهد مع أهل الكتاب من النصارى، ثم نقضوا العهود عهدا بعد عهد مع المسلمين، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع الحكام يعني تتابعا، وإلى يومنا هذا ينقضون عهودهم. والشيء بشيء يذكر، نحن نعيش في هذه الأيام انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكل رؤساء العالم يلقون خطاباتهم، فجاء رئيس وزراء الكيان الغاصب الصهيوني وقال في كلمته: نحن سنعمل من أجل حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل. فقابله رئيس السلطة الفلسطينية الحالية المحتلة وقال: نحن لا نستطيع أن نصدق بالطرف الآخر، لأنه على مر التاريخ كانوا ينقضوا عهودهم، وبالتالي ماكو ثقة. هذا للأسف الشديد تغلغل في مجتمعاتنا، هذا المبدأ تغلغل في مجتمعاتنا، لأنه يعني بعض الوسائل سواء إعلامية أو الثقافية بيّنت لنا بأن من يحصل على المكاسب على حساب الآخر وكأن ذلك نوع من الشطارة والذكاء، وهذا بالتالي يدعو الإنسان إلى أن يخل بعهده مع الآخر بشكل اعتيادي. نعم. ماكو مشكلة، المهم أنا غلبة. علمونا على مبدأ الفوز والخسارة، أن يكون هنالك فائز وأن يكون هنالك خاسر. لم يعلمونا، لم يربونا على مبدأ الفوز، الفوز بأن أنا أفوز وأنت تفوز. متى نفوز نحن الاثنان معا؟ عندما نتعاهد ونفي بهذا العهد فيما بيننا. وإذا ما أخطأ أحدنا بغير قصد يكون هناك مسامحة، وهو الطرف الآخر أو الخصلة الثانية التي ذكرتيها جناب الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه المسامحة أيضا راح تعزز الثقة، تعيد الثقة للساحة التفاوضية بين الطرفين. إحنا اليوم نحتاج أنه نطلع من مفاهيم الكذب والخداع والتدليس ونقض العهود والنصب والاحتيال على الآخرين بكل المسميات، طبعا بكل الطبقات، بكل المؤسسات، بالتالي حتى نرجع إلى نعيد الثقة. اليوم الثقة للأسف الشديد مفقودة بشكل كبير بين الطبقات، بين الطبقات المجتمعية نفسها، فضلا عن الطبقات الحاكمة مع المجتمع. نعم، أحسنتم. طيب دكتور، نلاحظ دائما الأب يبدي أنه يتهاون بوعده وعهده للطفل، يقول هسه هو طفل، أنه مو مشكلة أنه وعدته بوعد أو عادي باشر ينسى، أو حتى يبدي يلح وممكن أتركه إلى أنه حد لا أن ينسى. أيضا من الأسرة نتحول إلى الدوائر مثل ما تفضلت، وهذه المجتمعات تبدي أواصر والخصل اللي تبني العهد والعقد. أحيانا بعض الموظفين يمضون على عقود ساعات العمل أو ما إلى ذلك، كل هذه الأمور تبدي تتهاون عند الفرد، ولا كأنه إن النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام حث على هذه الخصلة. نعم. أكيد إحنا بحاجة إلى العودة إلى منهاج ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في المقابل أنا أقدر أسامح من خان بهذا العهد، من لم يفي بهذا الوعد؟ نعم، المسامحة هي عبارة عن خلق رفيع، لا يستطيع أي إنسان يعني أن يكتسب هذا الخلق. نعم. هذه درجة رفيعة يكتسبها الشخص القادر، القادر هو الذي يسامح وليس الضعيف. الضعيف قد يعني يتغاضى لأنه غير قادر على المسامحة، وبالتالي لا تعتبر مسامحة بالدرجة الأساس. لكن الشخص القادر، القادر على أن يعاقب الآخر لأنه نقض معه العهد أو أخلف معه موعد، هذا الشخص القادر عندما يسامح هذا تسامى في خلق رفيع كبير جدا. لكن هذه المسامحة لها حدودها أيضا، يجب أن تكون على أساس ما يقبل عليه الآخرين من نوايا ومن أفعال ومن أقوال. يعني أنا مو يومي أشوف الآخر هو يخطئ أسامحه ثم يعيد الخطأ، يستغل هذه المسامحة كأنه يستضعف أو يستغفر الشخص المسامح. لا، يفترض أنه على المسامح أن يراقب الجهة الأخرى هل هي تستحق المسامحة. إذا كانت الجهة الأخرى هي جهة معادية، جهة تستغل هذه المسامحة وتعتبرها ضعفا فينا، بالتالي لا، هنا أنا ما بين أنه أنا دا أسامح عن مقدرة، بين كأنه أنا ضعيف أمام الآخر، يجب أن أظهر للآخر أنني قادر ومع قدرتي أسامحك. هذه راح تعطيني قوة أزيد،
إذا ما أعطتني هذه القوة لا هنا المسامحة ما راح تشتغل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسامح وهو قادر على أن يعاقب، كان يسامح وهو قادر على أن يري الآخر مقدار القوة التي يمتلكها النبي ويمتلكها الدين ويمتلكها تمتلكها هذه المنظومة والدولة في حينها. الله سبحانه وتعالى حثنا على هذا الخلق، ولكن أيضا حثنا عليه ونحن أقوياء، وحث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق، قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الإعراض على الجاهلين تسامي، ترفع عليهم، وليس يعني لم يقل يعني مثلا اهرب من الجاهلين، حاشا، لا، اعرض عن الجاهلين، حتى لا يهمك هؤلاء، أنت أقوى وأعلى منهم وبالتالي لا تلتفت إليهم. عفوك عنهم هو من أجل ماذا؟ من أجل أن تسير إلى هدفك حتى لا يؤخرك هؤلاء الجاهلين. هذه يعني هذا المفهوم هو الذي يجب أن نكتسبه، لا أن نكتسبه بصفة سلبية. البعض يعني يتناول هذا الموضوع، موضوع المسامحة، للأسف الشديد بصورة ضعيفة وسلبية، فيتناولون مثلا أو يتناقلون أحاديث عن بعض الأنبياء عليهم السلام مثل النبي عيسى عليه السلام، على أساس هنالك حديث يقول إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يعني حتى يضربك مرة أخرى. يعني بغض النظر عن هذا صحيح أو خطأ، هذا أيضا له حدوده، مع من يجب أن دائما نعرف أنه من المقابل الذي يسامح بهذه الطريقة، من المقابل الذي يعني يقابل بهذا العفو، وهل هذا سيدل على ضعفي أم قوتي؟ يجب أن تدل المسامحة على قوتي. إذا أني قوي وأعاقب فأنا أضعف نفسي. لاحظي شلون، يعني هاي معادلة، إذا أني قوي وأعاقب فأني دا أصغر نفسي، دا أضعف نفسي، وإذا أني ضعيف وأسامح أنا أيضا دا أضعف نفسي. إذا كيف أسمو، كيف أرتفع، كيف أبدو أنا القوي عندما أكون أنا قوي وأسامح؟ بهذه القوة وبهذه المسامحة أنا أسيطر أكثر، أنا أبني ثقة أكبر، أنا أفرض سيطرتي وقوتي على الآخر بشكل أفضل. نعم أحسنتم. أيضا دكتور، في العودة إلى قراءة التاريخ وصفحات حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ عندما دخل إلى مكة فاتحا مكة وقال لهم اذهبوا وأنتم الطلقاء، وهذا العفو وهذا التسامح الكبير من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا استثنى 7 أشخاص من هذا السماح، فقال اقتلوهم أينما وجدتم. نعم، في دلالة على أنه هؤلاء الأشخاص هم لا يستحقون السماح. نعم، لا يستحقون مبدأ هذا القيمة العالية. طيب أنا أجي أفرض هذا السماح على كل الأشخاص في حجة أنه أنا لازم أسامح كل الناس. أيضا في جانب آخر يقول الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب أنا اليوم كيف أوازن ما بين السماح والمسامحة وأيضا الوفاء بالعهد؟ يعني أيضا خلينا نقول عودا على بدء وعلى وتثنية على الآية اللي ذكرتيها جنابك الكريم، هناك آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، يعني لا يضركم أو لا يمنعكم أنه هنالك عداوة من قوم معين على أن لا تكونوا عادلين. ويعني العدل أن يكون هنالك حكم عادل على النفس وعلى الأهل وعلى الأصحاب بمقابل حكم عادل أيضا عليمن على الطرف الآخر. فإذا كان الطرف الآخر هو المدان في هذا الحكم وأنا صاحب القوة وأسامح، أنا هنا أصبحت في موقف عالي جدا. لكن هذه المسامحة تكون مكملة للوفاء بالعهد مثل ما تفضلتي، حتى نوازن. شلون يعني نوازن؟ إنه أنا اليوم عندي عهد بيني وبين جنابك الكريم وأنا أخطأت في حقك وأنت سامحتيني. إذا أنا اليوم لما سامحتيني هذا يعيدنا إلى العهد من جديد. يعني أنا لما أخطأت أنا طلعت من العهد، أنت سامحتي أنا وين رجعتيني إلى هذا العهد. هسه إذا أنا أخطأت مرة أخرى معنى أنه أنا إذا أطلع من العهد مرة أخرى، بالتالي هذا لا يعني أنه ضرورة بقائك أنت في العهد.
علما هو من المرة الأولى أنت لست ملزمة أن تبقين في العهد. نعم. هذا يعني يعتمد عليه على حجم الخطأ اللي أنا أخطأته. يعني في صلح الحديبية صارت هناك خروقات بسيطة لم يدر لها ظهرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عندما فجع بمقتل ثلة من المؤمنين على يد أحد القبائل المتحالفة مع قريش، وفي عهد الحديبية في صلح الحديبية لا يكون هنالك قتل ولا تكون السيوف في أغمادها لمدة 10 سنوات، فعندما قتل تقريبا 40 من الصحابة اللي يعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح هنالك فاجعة، هذه الفاجعة لا تسامح. فالطرف الآخر هو الذي نقض العهد وبالتالي ذهب فاتحا إلى مكة، ثم عندما ذهب فاتحا إلى مكة ماذا فعل؟ عاد إلى المسامحة من جديد وقال اذهبوا وأنتم الطلقاء. هنا سامح المنظومة بشكل عام وهو قوي، لأن يعني هو جاء ويا 10,000 مقاتل. نعم. هذه المنطقة اللي هي مكة المكرمة خرج منها وحيدا وش اسمه خائفا يتربص يوم اللي طلع بالهجرة، صح؟ بالفعل. ولكن عاد لها ب10,000 مقاتل، يوم عاد ب10,000 مقاتل ما بعد ما احتاج ان اقتلكم. سامح المنظومه واستثنى اشخاص موجودين في هذه المنظومه، هؤلاء مسيئين لا يستحقون المسامحه. بالتالي اليوم هو بقع على العهد، يعني هو كانه بهذه المسامحه رجع الى عهد عهد صلح الحديبيه، راح نرجع ترى لا نقاتلكم لا كذا لا كذا، احنا ما عندنا مشكله وياكم. صحيح انتم غدرتوا بينا، لكن هنالك اشخاص هؤلاء اذا بقوا راح يبقون شيء يعرضون هذا العهد الى المخاطره والى المجازفه والى الخرق والى النقض، وعليه يفترض ان هذا الشيء لا يدوم. لذلك كانت المسامحه مكمله للوفاء بالعهد وليست متعارضه معها. ايضا دكتور في حادثه قتل وحشي للحمزة سلام الله عليه، عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال لوحشي، وأيضا حينما جاءه مسلم قال اذهب ولا تريني وجهك. نعم. هذه العملية من عملية الاستبعاد وعملية الطرد ألا تعد نوعا من المسامحة؟ نعم، هو سامحة وكان المفروض أن يقتله. أهل الآن في العرف العشائري عندنا واحد يقتل عمي شلون ما قتله؟ صح؟ وأي عم هذا؟ هذا الحمزة، حمزة بن عبد المطلب الذي دافع أيما دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دافع أيما دفاع عن الإسلام، كان مقاتلا شديدا صنديدا في بدر وفي أحد، وقتل أبشع قتله ومزق جسده ومضق كبده، ومع ذلك زين يجي هذا الشخص يقول له والله انا اسلمت هسه كل شيء معكم، هذا فد شيء ما يتحمله اي انسان، لا الا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. يعني احنا نتحمله هذا، يعني لا نستطيع ان نمر بمثل هذا الاختبار. ومع ذلك هنالك الجانب النفسي عند النبي صلى الله عليه واله وسلم رفض هذا الموضوع، فقال نعم انا مسامحك بس انا ما اقدر اتواصل وياك، انت قاتل عمي وهذا مو اي عم، هذا الشخص الذي دافع عني دفاع شديد ونصرني في اكثر من موضع، فلا يمكن انه اني اكون وياك في خلينا نقول صف واحد. نعم انت ضمن الامه المسلمه وخلاص واحنا سامحناك وراح نقتلك وتعيش بكامل حقوقك، ولكن اني كشخص ما اقدر اتواصل وياك كشخص وليس كمنظومه. نعم. وهو ياخذ حقوقه كامله هسه في الاسلام، واكيد صار عنده حصه في بيت المال، واكيد صار عنده وعاش طبعا وراح وشارك مع المسلمين في بعض الحروب، ويقال انه هو الذي قتل مسيلمه الكذاب والى اخره. لكن بالنهايه هنالك جانب نفسي لم يستطع. هذا معناه شنو؟ ان المسامحه لا تعني انه احنا راح يعني نتنازل عن كل خصالنا النفسية والأخلاقية. لا، احنا نريد خصلة تعلو على خصلة، واضح شلون؟ مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين والذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طبعا هذا الخطاب فيه إيذاء لهؤلاء العباد لهؤلاء المؤمنين، ومع ذلك يردون عليهم بالسلام. نعم. هذا مو معناه انهم متونسين ذول العباد، ذول المؤمنين متونسين ما يردون بالسلام، ولكن هم متأذين في الداخل. نعم.
يؤذيني كلام الكافرين، يؤذيني كلام الجاهلين، يؤذيني فعل الجاهلين، ولكن عندما أسامح وأنا قوي وأنا قادر، أنا أتسامى على ذلك مع وجود هذا الأذى في داخلي. أنا أتغلب بالمسامحة على نفسي قبل أن أتغلب على الآخر. أحسنتم، نقطة جدا مهمة. دكتور، يعني هذا الطاقة للتسامح ممكن أنه أنا أستفاد من عندها كفرد أكثر ما الطرف المقابل اللي هو أساء أنه يستفاد من عندها، لأنه أنا راح روحي تسمو، أتخلص من كل هذه الضغائن، أتخلص من كل هذا الحقد، بالتأكيد أنه الطاقة راح ترجع علي أنا كفرد مسامح. طبعا مشاهدينا الكرام، بإمكانكم الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وطرح سؤالكم وأسئلتكم على جناب الدكتور ماهر، وممكن أنه ترافقونا في هذه الحلقة وأيضا تشرحونا كيف تقدرون تسامحون وكيف أيضا تستطيعون الوفاء بالعهد حتى مع أصعب الناس. نعم، عودة إلى جناب الدكتور. دكتور ماهر، هذه الطاقات الروحية اللي دائما استمدت الشخصية المسلمة هذه الطاقة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الآن ليش أشوفها ألاحظها أنه بدأت تضمحل وتغيب من المجتمع؟ دور العائلة، دور المجتمع، أم دور الثقافة اللي أنا ما لعبت دورها بشكل كامل وإبراز هذه الخصال النبوية للمجتمع؟ أنا تكلمت قبل قليل أنه تغلغلت إلينا نظرية ماكافيلي وغيرها، نعم، وبعض من أفكار وأخلاقيات اليهود للأسف الشديد تغلغلت عنا، من أنهم هم المسيطرون اليوم على المنظومة الإعلامية العالمية من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال الشركات الإعلامية الكبرى، المؤسسات الإعلامية الكبرى المنتجة للأفلام والمنتجة للمسلسلات في هوليوود وبوليوود وغيرها، وهم المسيطرون للأسف الشديد على كبرى المؤسسات الثقافية ودور النشر الكبرى في العالم، وبالتالي تتغلغل إلينا هذه الثقافة للأسف الشديد. أضيف إلى ذلك موضوع الضعف النفسي اللي موجود عندنا، هنالك انهزامية نفسية ترجح لنا خصالنا المادية على خصالنا الروحية، فننتقم أكثر مما نسامح، نهجر أكثر مما أو نغدر أكثر مما نفي. صح. هذه نتيجة شنو؟ نتيجة ضعف نفسي وضعف الثقة بأنفسنا وثقة بالآخرين. طبعا ليست ظاهرة عامة أكيد، ولكن يعني خلينا نقول غالبة للأسف الشديد. اليوم إحنا لازم نتغلب على أنفسنا وعلى خصالنا المادية الطينية التي خلقنا منها كإنسان طيني في الأصل، إلى الخواص الملائكية الروحية السماوية التي جعلنا الله سبحانه وتعالى بها نستحق، نعم، أن تسجد لنا الملائكة وتسجد لأبينا آدم عليه السلام. هذه الانتقالة من هذه الخصال المادية إلى الخصال الروحية انتقالة صعبة، تحتاج إلى إرادة عالية، تحتاج، نعم، إلى ثقة عالية بالنفس وثقة عالية بالله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى تأسي حقيقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته الكرام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا التأسي يحتاج إلى دراسة، إلى معرفة، إلى معايشة. اليوم إحنا رايحين إلى أمير المؤمنين عليه السلام لنعزيه في وفاة أخيه وابن عمه ونبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام في التسامي والتغلب على خواصه الطينية إلى الخواص السماوية؟ عندما أجهز على أحد المشركين ليقتله في إحدى المعارك وكان هو القادر، وذلك وسقط في الأرض بدون سيف والسيف في يد علي بن أبي طالب وهو قادر على أن يقتله برمشة عين، فقام ذلك السفيه بالبصق على أمير المؤمنين عليه السلام. تراجع الأمير عليه السلام، لماذا تراجع؟ قالوا ليش ما قتلته والموضوع يمك وأنت قادر؟ قال حتى لا يقال أنني انتصرت بهذه القتلة لنفسي ولم أنتصر للإسلام. شوفي هذا التسامي في تلك اللحظة اللي احنا ممكن بالعكس هاي تزيدنا غضب، لأنه شنو تشعل فينا خواصنا الأرضية الطينية، هو استطاع أن في تلك اللحظة يتحول إلى خواصه السماوية. لنا في ذلك أسوة حسنة وفي نبي الله أسوة حسنة، حتى نستطيع أن نسمو بأنفسنا
عن الخواص التي تضعف من شخصياتنا وأنفسنا. نعم أحسنت. طيب دكتور، لاحظ أنه الصورة الذهنية للإساءة تبقى في داخل نفس أو عقل المسامح، يعني مثلا أنه المعلمة اللي تسامح طالب قد أساء في يوم من الأيام، تبقى هذه الصورة الذهنية السيئة عن هذا الطالب مستمرة إلى سنة كاملة أو إلى عدة سنوات. أيضا بالمقابل المدير حينما يسامح بعض الموظفين المسيئين، تبقى هذه الوصمة أو هذه الصورة الذهنية عالقة في ذهن هذا المدير عن هذا الشخص الذي أساء. أنا كيف أقدر أتخلص من هذه الصورة الذهنية السيئة إذا كنت فعلا شخص مسامح؟ أيضا نحتاج أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء الآخرين الذين أسماهم النبي أنهم إخوته. نعم. عندما كان يتكلم عن نبي معين يقول أخي موسى، أخي عيسى، وأخي يوسف. ويوسف عليه السلام واحد من أكثر الناس الذين تعرضوا إلى إساءة كبرى من أقرب الناس إليه. نعم. ومع كل هذه الإساءة التي أبعدته عن عائلته سنوات طوال، استطاع أنه في لحظة واحدة أنه يتناسى كل ذلك، وعندما يحمد الله سبحانه وتعالى على ما حدث ويقول بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال يا بإخوتي أساؤني، قال الشيطان نزغ بيني، بدأ بنفسه، بيني وبين إخوتي، أخوته اللي رموه بالبير على أساس يموت، أخوته اللي ورا كل هاي الهوسة واللي من وراها انسجن وتعذب وكذا، ورا كل هاي الهوسة يجون يتهموه بالسرقة، يقولوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون بذلك يوسف عليه السلام. فش قال رب العالمين؟ يقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. نعم، يعني احنا نتأذى من الإساءة، ولكن شنو؟ انضمها في نفسنا ولا نبديها ولا نبني عليها عمل، ثم بعد أن تحدث المسامحة والمصالحة يتناسى كل ذلك، ويقول بعد وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال أخوتي اللي أذبوني وأذوني وأساؤوني. احنا نحتاج اليوم أن نتعلم هذه المفاهيم. لعل ليش نقرأ سورة يوسف؟ ليش نباع مسلسل يوسف؟ ليش وين ما نروح احنا دائما قصة يوسف هي القصة الأكثر شيوعا في القرآن الكريم، نتداولها في مجالسنا وفي مساكننا وفي أعمالنا وغيرها. يجب أن نتعلم منها، أكثر ما يجب أن نتعلم منه المسامحة، وهذا الخلق الذي الخلق الكريم كان عند يوسف عليه السلام تممه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الخلق اللي كان عند يوسف أصبح أعلى وأتم وأكمل عند محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نتأسى بالنبي الكريم بهذا الخلق التام الكامل إن شاء الله. نعم أحسنتم دكتور، كانت حلقات رائعة رافقتنا بها ببرنامج مواريث الأنبياء. كل الشكر والتقدير إلى الدكتور ماهر حميد خبير التنمية البشرية والطاقة المستدامة، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، هكذا فتحنا هذا الملف الذي يسلط الأضواء على خصائل النبي وخصاله الحميدة والعظيمة والذي اصطفاها من والذي اصطفاه من أجله الله سبحانه وتعالى. بالانتقال إلى الزميل المراسل عماد الدهش من العتبة العلوية المقدسة، نقول له عظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء. أخ عماد، نعم إذا كان جاهز معنا الأخ عماد من العتبة العلوية. أعزائي الأعزاء ومشاهدي قناة الإمام الحسيني، مشاهدي قناة الإمام الحسيني الفضائية، نحن من العتبة العلوية المقدسة وجموع الزائرين المتوافدة إلى العتبة العلوية في هذه الأيام. حقيقة متوافد الزائرون في هذه الأيام الأيام الأربع على التوالي إلى زيارة وصي أمير المؤمنين وأخي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، متوافدون ليعزون صاحب العصر والزمان عليه السلام بمواساة جده مواساة أمير المؤمنين عليه السلام في وفاة الرسول الأكرم، رسول الإنسانية، سيد الإنسانية، الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الذي
استشهد بمثل هذه الأيام شيعة أمير المؤمنين يحيون هذه الشعيرة منذ أيام عده بعد انتهاء الزيارة الأربعينية. حقيقة حسب الإحصاءات الغير رسمية ما يقارب 3 مليون زائر قد دخل إلى مدينة النجف، والمواكب المعزية مواكب الحسينية تدخل ولا زالت تدخل واستمر في الدخول إلى حرم أمير المؤمنين من أجل تقديم العزاء إلى صاحب العصر والزمان وإلى أمير المؤمنين وصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بجهود أمنية جهود كبيرة تبذل من قبل القوات الأمنية والعتبات المقدسة هنا ومن قبل المواكب الحسينية، المواكب التي تقدم الخدمات كافة للزائرين. يعني انطلقت اليوم من كربلاء المقدسة وصولا إلى النجف الأشرف، خدمات من الطعام والصحة وباقي الخدمات الأخرى التي يحتاجها الزائرون من نقل مجاني، مواكب مجاني، كل شيء من مجان. إنها مسيرة أمير المؤمنين، إنه طريق الإمام، إنه طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يوم أمس وجدت مقارنة ما بين شيعة أمير المؤمنين كيف يحيون وفاة الرسول وكيف يستهزئ به البعض الآخر من باقي الدول العربية. مع الأسف هذه حقيقة، يعني واقع محزن من الأمة العربية أن تستهزئ برسولها أو تستخف بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الحفلات وفي بلد انبعاث الرسالة النبوية، الرسالة الإنسانية، الرسالة الأخلاقية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق التي انطلقت بها من آدم عليه السلام، التي هي الأخلاق التي هي رسالة سماوية عظيمة، يعني ختمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنه رسول الإنسانية، نبينا، نبي الأمة التي تتفاخر به يوم الحشر الأكبر إن شاء الله، ويكون شفيعنا، ويوم يكون أمتي إن شاء الله سيكون شيعة أمير المؤمنين، هم أمة رسول الله والأمة التي يفخر بها رسول الله أمام الملأ وأمام. نعم، هكذا هي مشاهد صحن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الوفود اللي جاءت تعزي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اليوم الذي فجعنا به برحيل أعظم شخصية ملأت الأرض قسطا وعدلا. وإن شاء الله نعود ونحيي هذه المناسبات مع وليه الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد مشاعر المسلمين الآن هي مضطربة لما يحدث من أحداث ملأت التاريخ بالحزن والشجن، وأيضا كانت لنا عبرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا في وفاته. كلنا راحلون عن هذه الأرض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن أنفض ترابك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، هكذا كانت تخاطب الزهراء سلام الله عليها أباها في هذا اليوم وهي في أمس الحاجة إلى وجوده، فقد هجم القوم على دارها وأسلبوها كل خصالها. فاصل قصير ثم نعود من جديد. Thank you.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هكذا أخبرنا القرآن الكريم بالانقلاب على محمد وآل محمد ودينه، وتنبأ بذلك من الغدر بآل الرسول. الآن عودة إلى زميلنا عماد الدهش والانتقال إلى صحن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الساعات التي تمر ثقيلة على أمير المؤمنين حينما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أخ عماد نسمعك الآن. تحية جديدة، تحية طيبة جديدة. نعم تفضل. ما هي الإجراءات الآن، إجراءات الزيارة، وكيف تسير أحداث الزيارة في النجف الأشرف؟ نعم أخ عماد، الزيارة السنوية، الزيارة المليونية، نعم واضح، الزيارة السنوية، الزيارة المليونية التي يحييها في هذه المناسبة العظيمة في صحن أمير المؤمنين عليه السلام من كل دول العالم، من كل أرجاء المعمورة يكونون في النجف الأشرف لإحياء هذه الزيارة العظيمة. حقيقة اليوم أهمية مثل هذه الزيارات، أهمية الزيارات وإحياء واستذكار مثل هذه المناسبات، مناسبة استشهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم نستذكر ونستوقف مواقف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أهمية المسير إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المسير إلى مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الزيارات هي استذكار وإحياء وإكمال الرسالة الإنسانية، الرسالة الإسلامية. مثل هذه المسيرات، مثل هذه الأيام، يكون الرسول حاضراً حقيقة بالفكر الإسلامي النقي، الفكر الإسلامي الشيعي، فكر أهل البيت عليهم السلام الذي هم امتدادا لمدرسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، امتدادا لمدرسة الوحي، امتدادا لمدرسة النبوة. مثل هذه أحياء، مثل هذه المناسبات حقيقة هي استذكار وعبرة وعبرة. بالإضافة اليوم يتزود الموالي من خلال هذه الطرق ومن خلال الاختلاط ومن خلال حملات الوعي المستمرة على طول الطريق، هي لزيادة الوعي لدى المواطن ولدى الموالي لشيعة أهل البيت عليهم السلام في مثل هذه الزيارة، طريق من الوعي والحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام. وإذا كنا نتكلم عن الجهود، جهود جبارة تبذل لخدمة الزائرين من قبل العتبات المقدسة ومن قبل الجهات المعنية. نعم أخ عماد، إن كانت هذه الصورة الآن اللي نشاهدها من صحن أمير المؤمنين عليه السلام تحمل الكثير من المعاني، نلاحظ الآن بدأت تزاحم الزوار على مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، مشاعر هذه الجموع وأيضا كيف تسير بقية الخدمات أيضا؟ إذا كنا نتحدث عن الخدمات فإن الخدمات للزائرين متوفرة، وإذا كنا نتحدث عن الجموع فقد ذكرت لك سلفا أن الزائرين من مختلف دول العالم، ترى الزائر الإيراني والزائر اللبناني وجميع الدول العربية والدول العالمية، ومن مختلف اللغات واللهجات، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. حقيقة اليوم النجف الأشرف عبارة عن عالم مصغر، لذلك ترى زحام كبير في داخل الصحن المقدس لأمير المؤمنين عليه السلام، وهي مدرسة ورسالة. اليوم قبل قليل التقيت بأحد المواطنين قد جاء من كندا لإحياء زيارة الأربعين وبعدها لوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبعدها ليسافر ليعود إلى بلده له. ومواكب كثيرة من هذه المواكب حقيقة تتواجد في النجف الأشرف، مواكب لتقديم الخدمة، وهو جاء من كندا، من أمريكا، من أوروبا، من جميع دول العالم اليوم يتواجدون في النجف الأشرف. وأما إذا تحدث عن المشاعر فكما ترين مشاعر السواد ترفع على القلوب قبل أن ترفع على الأبدان. نعم
احسنتم. نكرر لكم تعظيم الاجر ان شاء الله، ودائما في حب محمد وال محمد نسير على هذا الطريق وعلى هذا المنهج ان شاء الله. شكرا جزيلا اخ عماد. الآن أنفض ترب قبرك من يدي، وأعود أحمل غربتي وضياعي. هي ليلتان ومن نوافذ منزلي يأتيك صوت تكسر أضلاعي. هكذا خاطبت الزهراء سلام الله عليها في هذا اليوم أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تفتتح على آل محمد هذا اليوم المصائب والويلات وحتى ظهور القائم إن شاء الله. نلتقيكم يوم غد في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله، وضمن برنامج مواريث الأنبياء. حتى ذلك الموعد نقول لكم في أمان الله وعيني رعايته. عشت بروحي طيب جروحي وقناتي.